مجرد مسألة حسبها وحسب الوقت حتى تحصل على هذا التكنس معك كلش فريق. ما تدرك فيه يعني بس مجرد المسألة ما أفعل شيء بس مجرد أن تعرف إلا من أربين. ما شاء الله أشرحكم إياه بالتفصيل. المولكولار أستخدم أول شيء لامينار شو يعتبر؟ هي فول لاير. والتيرمينال هي تكون فيلوسيتي يكون قريب كلش سرعته عالية والأبعد يكون أقل. لو كل ما بعد كل ما اختلفت الفيلوسيتي بيصير ديمكسن. التيرمينال أو باك عفوا شنو هو؟ جزء كبير ينتقل من مكان لمكان ثاني. آخر شيء المولكولار من عندك؟ هو ديفيوشن. يعني شنو ديفيوشن؟ جزيئات تنتشر أو تدخل. شو كيف يصير ديفيوشن؟ بيا حالة طبعاً يتبقى على غير قانون الفيكس لو. الفيكس لو إذا تذكرون السرعة الوقت شحتها دي اي اللي هي شير سطرين ديفيوشن كوفيشن واللي هي السيرفس اريا والدي سي هو الديفرن كونستريشن كونستريشن جريدين. نرجع على وحدة واحدة بالفيكس لو بالمولكولار ديفيوشن. بالفيكس لو دي شحتها قلنا ديفيوشن كوفيشن. ديفيوشن كوفيشن على من يعتمد؟ الفيسكوستي والسازل من المولكيول. كل ما كان الفيسكوستي عالية الديفيوشن قلة وقلة قليل. كل ما كان السايز عالية أو small size small size is that is that الديفيوشن كوفيشن يعتمد عليها من الدي يعتمد عليها من الفيسكوستي تمام ويعتمد بعد لو عكسي عكسي ديفيوشن كوفيشن وين الفيسكوستي يصير فيه عكسي وين السايز كل ما كان لارج سايز ديفيوشن قليل كل ما كان سمولر سايز تمام زين السيرفيس اريا كل ما زاد السيرفيس اريا قلنا البارتيكلز كل ما زاد الديفيوشن طاردين زين لي كونستريشن جريدينت كل ما كان الكونستريشن جريدينت عالي شو الكونستريشن جريدينت عالي اختلاف التركيز اكثر من التركيز عالي التركيز يزداد كل ما كان اختلاف مالته شو يكون كل ما كان عالي كل ما كان أسرع تمام فمين من يخلي على إشارة ناقص منه الفيسكوستي والعكس يعتبر شنو هذا الديفيوشن كوفيشن كل بيع حالات من كل فيسكوستي عالية يكون الساس كبير عالي تمام لكن الديفيوشن كوفيشن يكون كلش عالي بحالة يكون الفيسكوستي قليلة ويكون smaller particle size. إذا زيدنا surface area diffusion is that. إذا زيدنا surface area diffusion is that. وإذا كان الـ concentration gradient عالي يزداد منه يزداد الـ diffusion. أخلي بالك أنه بالمولكولار إحنا ذا بنتحكم به. من يتحكم به؟ يعني إذا جاك RCQ يعتمد على شنو؟ يقول يعتمدين على viscosity يعتمدين على size ويعتمدين على surface area ويعتمدين على منه؟ concentration gradient. concentration gradient. فذني كل الفاكتورات هي ترن على شنو؟ على مين اللي هي في الـ diffusion اللي هي بيا حالات بيا ميكانيزم. المولكولار مولكولار ديفيوشن على اي قانون يعتمد الفيكستور فيكستور اكو عندك فيكستور 1 فيرست لو والسكند السكند على من يعتمد على ياهو بالفيكستور اكو يعني هو هذا بالفيزياء الفيكستور هو من يقول لك فيكستور الفيكستور فيرست لو يعتمد شنو يقول لي يقول لي هو الراس يقول لي هذا ما ديفيوشن ومن يقول ديفيوشن ترجع عليه ديفيوشن كوفيشن سيرفس اريا كونستريشن جريدينت تمام هنا ذول الفاكتورات اللي اثرنا عليها ويحددين نعمل الديفيوشن مفهوم السرعه مرور الوقت يعتمد لنا الديفيوشن كوفيشن بالماينس السيرفس اريا كونستريشن جريدينت على هاي كل ما كان كونستريشن جريدينت عالي كل ما تكون عالي كل ما كان السيرفس اريا يكون عالي كل ديفيوشن عالي كل ديفيوشن كوفيشن يعتمد على الفيسكوستي والسايز كل ما كان الفيسكوستي عالية كل ما كان الفيسكوستي عالية شو يصير فيه يكون الديفيوشن قليل كل ما كان السايز عالي يكون الديفيوشن قليل وكل ما قل يكون عكس هذا كان من عندك كيميكانيزم البالك وانه ينقل من مكان كبير الى مكان كبير يسمونه شنو هذا ماكرو ميكسينج التيربلنت اختلاف الفيلوسيتي اللامينار هي دفن لاير المولكيولار هو مولكيول ديفيوشن الموليكولار ديفيوشن يعتبرونه مايكرو ميكسينج لكن منو عندك
الماكرو منو؟ البالك. المايكرو منو؟ زين. السكيل انتنسيتي مال سيجريشن. السكيل والانتنسيتي سيجريشن. ولا شنو سيجريشن هو؟ هو عكس عملية الميكسينج. عكس عملية الميكسينج. شلون اقيسه؟ السكيل. السكيل سيجريشن او انتنسيتي. السكيل هو شلون اقيسه؟ بيا حالات اما باللينير او بالفوليوم. اللينير يعتمد شنو يعتمد؟ على الدايمتر مال سيجريشن. والفوليوم يعتمد لون. واسمه فوليوم يعتمد الفوليوم. السيجريشن. هذا السكيل. حتى قيسه. التنسي مالته مالته شو يقصد سيجريشن مالته؟ هي الاختلاف منهم. الكومبوزيشن ات فايروس بورشن اوف ميكستر. يعني في البدايه انت لما عندك في الباودر ما خاطه السيجريشن مالته شو يكون؟ التنسي مالته يكون التنسي مال سيجريشن عاليه. من زيادة الميكسينج او دخلنا بالميكسينج راح يقل. اتقل. كل ما زاد الميكسينج تايم قال شنو؟ التنسي مال سيجريشن قل مرور الثاني. طبعا هي توصل لمرحلة بحيث انه يصير يعني يحصل على اصلا يقول عليه بيرفكت ميكسينج. وراها انه ممكن هي تحصل عملية عكسية ويبقى ثابت او بعضها كان يبقى ثابت. لكن التنسيتي هي تختلف باختلاف شنو؟ التايم مال ميكسينج. طبعا مناسبة انه تخلي ميكسينج يعني خاصة بالمعامل اذا الله يسر تحط المعامل سامرة او غير مكان وتشوفون هذا الميكسر. يعني هو من يخلي هذه المادة ماكو هي دقيقة ميكسينج لا ساعة ساعتين ممكن يوصل لها يوم حتى يحصل عملية الميكسينج هو جود ميكسينج. فأنت إذا تخلي أول ساعة وقيس الانتنسيتي مال سيجريشن شوفها عالية. أجي ورا ساعتين أو ثلاث ساعات أشوف أقل. عفوا. فكل ما يمر من الوقت يكون السيجريشن مالته يكون قليل. يكون السيجريشن مالته قليل. طبعا هذا الانتنسيتي. والسكيل شيء على أساس بس إما بالدايمتر أو بالفوليوم. هذا كيف؟ هذا كيف؟ مثلنا على السيجريشن. تتمثلون هذا شوف انه هذا يحتمل ناس انه يحتمل ناس باودر. يحتمل باودر. تمام؟ بالبداية السيجريشن شو يصير فيه؟ عالي. مرور الوقت شو يصير فيه؟ يقل يقل الى يوصل. الى ان يوصل مرحلة اذا زيدت الميكسينج تايم يوصل عملية شنو عملية؟ يحصل عملية عكسية. او بعض الاحيان هو صح هو السيجريشن عالي مرور الوقت يبدي يقل الى ان يوصل مرحله انه حتى اذا زيت التام ويبقى ثابت. طبعا هذا اختلاف اذا كان باودر واذا اختلف اصف الكويت. على هذا الكيف انه السيجريشن عالي سيجريشن عالي الميكسينج اور تايم اوف ذا ميكسينج كل ما زيدنا يقل السيجريشن الى ان يوصل مرحله بحيث انه السيجريشن مالته كلش قليل او انه الشيء كلش بسيط او ما محسب الحساب. ممكن هو يثبت هذا الشيء او ممكن هو يحصل عمليه شنو يحصل كل ما زين التام يحصل عمليه ترجع شنو كانما يرجع شيء سلبي يحصل عمليه السيجريشن من جديد. طبعا هذا انه بالبدايه مثل لكم انه هذا الاي والبي والسي. الاي يعتبر هو از ابال والبي هو يعتبر التربلان والاخر شيء السي هو يعتبر مولكيولار ديفيوجن. تمام؟ فعملية الميكسينج السيجريشن كلش عالي او انه الفصل بين المواد كلش عالي. كل ما زيدنا التايم السيجريشن يصير يبدي يقل يقل الى ان يوصل نقطة ممكن هو يرجع النوع سيجريشن او ممكن هو يحصل على يبقى ثابت ويصير جود ميكسينج. طبعا هي حسب بروبرتي اذا كان عندك ليكويد او اذا كان عندك عصب او لا. الأجهزة اللي ممكن تستخدمها الميكسينج أوف ذا فلويد من عندك لازم عندك تانك هو شنو هو؟ فور كونتينر اللي يخلي بيه الفلويد. ومن عندك انرجي سبلاي. انرجي سبلاي انرجي سبلاي هي مسؤولة عن شنو؟ عملية ميكسينج. عملية الميكسينج. انرجي سبلاي مين حصلها؟ ها؟ شو يسمونه هذا؟ امبلر. امبلا او اير جت او فلويد جت. اير جت او فلويد جت. الامبلا شنو هو؟ طروان. هذه لكن انه خزان وفي في الطروان تفتح. طبعا في تسميات هذا الامبلا يسمونه شوي تعود على المصطلح. بروبيلر توربين
وعندك البدل، البدل شايفينه انتوا هذا بده سوليوشن تمام، وبي اشكال طبعا هو البدل مو بس هذا الشكل. فهذا الانقلاب اما هو يعتبر از بدل، طبعا هذا اللي يختلف او ميزه بيناتهم اختلاف الشكل مالته، اما بدل او توربين او بروبيلر. هذا الانرجي سبلاي او حصلها الانرجي سبلاي من منو؟ عن طريق الاير، ادخل في التيار هواي داخل الفلويد ويجي يتحرك ويقلب الفلويد داخل، او ادخل شنو؟ هو نفس الفلويد ادخله قوه ويبدي يفتر ويتحرك ويسبب عمليه المكسن. فعمليه المكسن تحصل على الانرجي سبلاي اما بالامبلر او بالاير او فورورد بالفلويد. بالفلويد بعض الاشياء خلوهم البفر الباس الداك، يعني خلوهم في القنوات او في الشيء عراقيل حتى شنو؟ حتى يزيل عمليه الميكسينج او يزيل عمليه، يعني مثلا هو تانك فتخلوه في شيء عادي حيث انه مين اللي يفتر الوتر يصير كانه معاق ويرجع يتقلبه حتى يزيل عمليه شنو؟ ميكسينج، يزيد الافشنسي مال ميكسينج. يعني بدال ما بدون هذا البفر او هالعواق او الداك هذه ممكن هو الميكسينج يحتاج له ساعتين بس، لكن من اخليه من هذه ممكن يوصل ساعة ونص ساعة. ليش؟ ليزيد عملية الافشنسي مال ميكسينج، خلى عوائق، يعني هو خلينا انبلاط وبدا انه يختار وصار عملية الميكسينج حتى زيد الافشنسي مالته، خلوا داخل الكونتينرز خلوا في العوائق حتى يزيد عملية او يزيد افشنسي، وبالتالي يقلل التايم ريكواير تو بي ميكسينج اوف ذا فلويد. هذا يسمى البفرز اور بان اور داك، حتى شنو قلنا؟ حتى زيد من الافشنسي مال ميكسينج. اذا كان كميه قليله، اذا كان كميه فلويد قليله شو يسمونه؟ الميكسينج بي من نحتاجه الليميتد فوليوم از كومبيننت تو ورك من يسمونه باش ميكسينج، واذا كان لارج اماونت شو يسمونه؟ كونتينيو. اذا كان كميه قليله من الفلويد شو يسمونه؟ باش. وإذا كان كمية كلش عالية في سمون الشتات كونتينيو. شنو الباتش شنو الكونتينيو؟ بيكر وسوي لي ميكسين، هذا شو يعتبر هذا؟ باتش أو كونتينيو؟ باتش. ها؟ باتش. باتش. زي نفس هذا البيكر أو كومبان يدخل بوتر من جهة والجهة الثانية يطلع، هذا شو يعتبر؟ هذا كونتينيو. شو وقت نستخدم هذا شو وقت نستخدم الثاني؟ من كل كميات كلش قليلة استخدم شنو؟ الباتش. من كل كميات كلش عالية استخدم كونتينيو. تمام؟ فأكو سبلاي أو إنبوت أوتبوت بيمن يكون بالكونتينيو. أما بالباتش هو كونتينر هو ثابت. إن من نفضل الباتش بيكون الفوليوم يكون قليل، وإن من نفضل الكونتينيو إن من نستخدمه بيكون لارج فوليوم. زين أيه ما في شيء سمعته يكون على أو أحسن؟ continue. ال continue لو patch. continue. ممكن الاثنين عتهن، ممكن الاثنين عتهن حصل عليه. كل ما زين ال time of mixing حصل على win mixing. لكن إنه هذا نخصص إنه إذا كان كمية كلش كبيرة أروح بيه من يروح. أروح. كمية كبيرة أروح لل patch أو continue. وإذا كان كمية قليلة أروح لل باش. أروح للباش. فعندك two type of mixing. من يقول لك هاي خاصة بالthrough force، يقول إذا كان كمية قليلة وين أروح؟ أروح للباش. وإذا كان كمية عالية وين أروح؟ أروح للcontinue. نجي على الباش. وصلنا. ما صار ساعة.